شكرا لهذا المنبر الإعلامي مملكتنا على إتاحة هذه الفرصة. خلوفي عبد الواحد كاتب عام جمعية الروحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. معنا السيد الأمين المال السيد إبراهيم الهكاك. واحد اليومين ولا ثلاثة أيام تقريبا سمعنا في واحد المنبر الإعلامي لا داعي لذكر الاسم ديالو ذكر الاسم ديال الجمعية ديالنا من طرف احد الاشخاص اللي كنعتبروا حنا كجمعيه مجهول، والطريقه باش ذكرات الجمعيه كنعتبروا حنا ديك المعلومات وفيها الكثير من المغالطات والكثير من الحيف. وحنا كجمعيه غادي نشوفوا كمكتب مسير غادي نشوفوا الا كانت امكانيه باش نتابعوا قضائيا هذا الشخص هذا قضائيا، لانه كما قلت قال كلام عاري من الصحه وما احترمش المنجزات ديال الانجازات ديال الجمعيه ولا التاريخ ديالها، وما احترمش الحقيقه وما احترمش الذكاء ديال الساكنه. وهذاك الكلام كله اللي تقال ما كيعبرش على الساكنه ديال الدوار، كيعبر على واحد الشير ديما، واحد الجوج ديال العائلات ولا ثلاثه اللي كيتاجروا في الماء وكيديو الاسواق الاسبوعيه بدون وجه حق. وكما كتعرفوا الماء راه واحد الماده اللي حيويه، ومع السنوات ديال الجفاف دابا حنا الاولويه ديالنا هي الماء، نزودوا الساكنه بالماء الصالح للشرب. وحتى لك عندنا واحد الكميه زائده فراه غادي نشوفوا دوار اخرين اللي ما عندهمش، وما غاديش نديروا حنا بالماء الماء ديال الشرب، غادي نديروا به حوايج اخرى ديال التجاره ولا ديال الفلاحه، ولا لان هذه اكراهات طبيعيه وبلادنا راه كتعرف هذا الشيء ولا معروف ولا داعي اننا ندخلوا في التفاصيل ديالو. انا غادي نهضر على ثلاثه ديال المحاور، غادي نهضر على هاد المعلومات وهاد المغالطات غادي نوضحها، غادي نهضر شويه على الجمعيه. المحور الاول ديال الجمعيه، فالجمعيه هذه تاسست في 2002، في 2010 ملي دوزت ديك 9 سنوات ولا 8 يعني ولات عاجزه عن التسيير، ما بقاتش قادره انها تسير ودارت فايت على جميع المستويات، المجموعة من الظروف لا داعي إلى ذكرها. عبد ربي هو السيد رئيس الجمعية السيد زحنوني، كنا اتصلنا بالسيد الرئيس الأسبق اللي توفى رحمه الله، من هاد كنتمناو ليه الرحمة. مشينا عنده باش يدير جمع عام عادي ونطعموا المكتب بكفاءات ديال الدوار اللي قادر على التسيير. الله يرحمه ما استاجبش. اضطرينا أننا نديروا عارضة باسم المنخرطين ديال الدوار وديناها للسلطة المحلية واستجبات، ودرنا جمع عام استثنائي وشكلنا المكتب اللي هو اللي بقى حتى لهاد المده هذه. يعني كنهضروا على مكتب اللي سير الجمعيه دابا، هو المكتب الحالي اللي سير الجمعيه من 2011 حتى لدابا. وكل مره في الجمع العام فاحنا كنطعموه باشخاص اللي ذوي كفاءه واللي يقدروا يقدموا الاضافه ويعاونونا في التسيير ديال هاد المرفق هذا. اللي بغيت نشير ليه كذلك هو ان القانون الاساسي ديال الجمعيه ما فيش غير الماء الصالح للشرب، فيه مجموعه ديال الاشياء اللي كتخص التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال الدوار. والجمعيه راه دارت انجازات في هذا الصدد. الانجاز الاول اللي نقدروا نقولوا هو اننا استطعنا اننا نتغلبوا على جميع ديال المشاكل ديال اللي كتخص التزويد بهذه الماده الحيويه. في 2011 تقريبا كان واحد العدد ديال 60 ديال المنخرطين ديال العدادات ولا 70، دابا راه كيوصل العدد ديال واحد 140 عداد، يعني تقريبا واحد النسبه ديال النمو ديال 100% واكثر. الشبكه ديال المياه كتغطي تقريبا واحد 3 كيلومتر. حنا ما عندناش بزاف ديال كاريه، ما عندناش بزاف ديال المنخرطين، ماشي ما كنهضروش على 600 ولا 700 عداد، ولكن الاشكال اللي عندنا هو انها متراميه الاطراف. دابا الشبكه اللي كتزود فكنزودوا الدوار وكنزودوا الضواحي ديال الدوار اللي بعاد شويه، كنهضروا على واحد 3 كيلومتر كاري ولا 4 شي حاجه بحال هكذا. وهذا الشيء راه كيخلق صعوبات وكيضيف المشاكل ديال لي فويت وديال بزاف الامور.
لحد الساعه ف كنزودوا الماء الساكنه بهذه الماده الحيويه 24 ساعه على 24 ساعه. الثمن هو بسيط 2.50 سنتيم المتر المتر مكعب يعني الطن. كنديروا جميع التسهيلات في الاداء يعني في الحدود الامكانيات ديال الجمعيه. ولكن مع هاد الفد سنتين الاخرين يعني ديال ولات مع هاد الظاهره ديال الجفاف ولات عندنا اشكالات. هاد الناس اللي في الضواحي ديال الدوار ما بقاوش بغاو يشربوا هاد الماده الحيويه، بغاو يديروا بها شي حوايج اخرين يعني ديال السقي، وهذا الشيء ما عندناش حنا الامكانيات ديالو. حنا الامكانيات اللي عندنا هو واحد 6000 طن اللي قدرنا نطلعوها من البئر للخزان واللي نفرقوها على 140 مكانه. فاضطرينا انا نديروا واحد الالتزام اللي كيقنن العمليه ديال الاستهلاك ديال هذه الماده الحيويه. كما قلت هذا الالتزام كيحدد الشطر الاول في 20 متر كوب. ملي كنتجاوز كنخلصوا بواحد الثمن اخر. كيشوف مثلا السرقه اشنو العواقب ديالها، لغيرنا العدد اشنو الانخراط، يعني كيقنن هذه العمليه ديال الاستفاده. لان احنا كجمعيه مطالبين باش نحلوا المشاكل ديال دابا، ولكن نشوفوا كذلك المشاكل غادي تجي من الامام في المستقبل. اذا اللي نبغي نقول واللي بغيت نقول هو ان الجمعيه لحد الساعه فهي ناجحه. هاد الناس اللي قلت بانهم باغي يتاجروا في الماء هو اللي كيديروا شويه ديال الشوشره. لحد الان واحد فيهم راه حنا هذا العام الثالث ما كيخلصش، واستصدرنا حكم ابتدائي في حقه بالسرقه. ها هو دابا كاين، يعني كنتسناو الحكم دابا راه داز الاستئناف، وغادي ملي يدوز من الاستئناف غادي ننفذوا باش نشوفوا باش ناخذوا حقنا كجمعيه وكساكنه. لان كما قلت الماء ماشي شي حاجه اللي هي هينه وما بغاش يلتزم. ودابا كما قلت راه ثلاثه السنوات هذه هو كيسرق الماء. درنا معاه جميع المساعدات باش يخلص ولكن ما بغاش يخلص. اضطرينا اننا نمشيو للمحكمه واستصدرنا حكم ابتدائي في حقه. دابا الحكم راه كاين في الاستئناف، وكنتسنى الدوز للجلسات ديال الاستئناف باش ننفذوا، وكما قلت نسترجعوا الحقوق ديالنا كجمعيه وكساكنه. الاسره الاخرى اللي كدير هاد المشاكل فهي راه معروفه. هادو جوج ديال الاسر هما اللي خالقين هاد المشاكل كما قلت من قبل، وخالقين هاد البلبله. فتا هما كيديو كيتاجروا في هاد الماده الحيويه في الاسواق، وما مخلصينش حتى هما لحدود واحد 6 شهور دابا هادي ولا 5. كما قاموا بالعمليه ديال السرقه ديال واحد 400 متر ديال التيوك نجناها من الجماعه داوها لينا. لحد الساعه ما عرفناش فين داوها، يعني ما عرفناش. مشاو جابوها من الجماعه على اعتبار انهم بيجيبوها للجمعيه الساكنه، فاذا بهم كيديوها هما المحل ديالهم وكيديوها هما الجنان ديالهم، ما جابوهاش. هاد الناس هما اللي كيهضر عليهم هاد السيد هذا بانهم مظلومين، وبان الجمعيه قصاتهم، وبان الجمعيه كتلفق لهم التهم، وهذا الشيء ما كاينش. فراه العكس ديال هاد الممارسات هو اللي كاين. الجمعيه كتدير جميع المساعدات، كتزود الساكنه كما قلت بهذه الماده الحيويه 24 ساعه على 24 ساعه، كدير جميع التسهيلات في الاداء. الطريقه باش يعني المبلغ باش كيدخلوا الناس المال الناس الجدد فهو بسيط 150 درهم، زائد دوك البنود اللي قلت اللي شرط لهم قبيله في الالتزام، يعني شي حاجه اللي هي يعني جميع يعني داك الشيء بسيط للغايه. احنا الهدف ديال الجمعيه ديالنا ماشي ربح فقط، نسيروا ونوزعوا هذه الماده الحيويه. التوزيع ديال هذه الماده الحيويه اللي هي ما كيقتصرش على الساكنه، كيقتصر كذلك على المرافق الحيويه اللي كتخص الدوار، في المسجد، في المدرسه، كذلك المقبره حتى هي دينا لها هذا العام الماء. والسقايه ديالها راه كيستافدوا منها كاع جميع الماره والناس اللي كيبقوا بعمليه ديال الدفن. يعني بالامكانيات البسيطه كما قلت، فاحنا وما كنتلقاو حتى شي دعم من شي جهه، فقط هذوك المبالغ البسيطه اللي كنتلقاو من عند المنخرطين 2.50 للطن. الا جينا شفنا القانون المحاضر ديال الجمعه العامه فدائما كاين فائض المالي على حساب داك الشيء اللي ديك المستخلصات. الديون كاينه، الديون كاينه واحد 4 مليون ونص دابا راه كاين اللي كاينه كديون على الساكنه. كنديروا جميع التسهيلات باش ناخذوها، وكنديروا جدوله وكنستخلصوا واحد الجزء، ومن بعد ثاني كنديروا جدول اخرى. يعني كنبغيت نبين بانه الجمعيه كدير جميع التسهيلات، وما كاين شي حاجه اكثر من هاد المساله هذه. فيما يخص المكتب ديال الجمعيه فاحنا كنشتغلوا بواحد الطريق بواحد كفريق، كنشتغلوا بواحد الطريقه تشاركيه، كنديروا اجتماعات. الاجتماعات كنفتحوها كذلك على الساكنه، على المنخرطين، حتى هما كيحضروا الاجتماعات وحتى هما كيقروا معنا. يعني ما كاينش
كاينه الديمقراطيه وكاينه شي حاجه انا كنسميها فوق الديمقراطيه، لان كما كنت قلت قبيله هذا الهدف ديالنا ماشي ربحي، الهدف ديالنا هو التوعيه، هو نوزعوا هذه الماده الحيويه على الساكنه بواحد الطريقه اللي هي مقبوله، مراعاه المدخول ديال الساكنه اللي هو ضعيف والجفاف وعوامل كثيره. المكتب كيتاخذ القرارات ديالو بالاغلبيه، ما كاينش نهائيا شي حاجه ديال 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 التسلط من هذا اللي كيما كيقول هذاك الشخص المجهول. كنعاود نسطر على كلمه مجهول، وذاك الكلام اللي قال في حق الجمعيه كله عاري من الصحه، وما جاش عندنا باش يتوخى الحقيقه ويتوخى المصداقيه. صنت لطرف واحد، وهذوك الناس راه ماشي اغلبيه ولا معارضه ولا شي حاجه، هذوك شير ديما كيتكونوا من جوج ديال العائلات، ما كتهمهمش المصلحه ديال الدوار، كتهمهم المصلحه الشخصيه، بغاو يتاجروا في الماء، وحنا ما عندناش الماء اللي يتاجروا فيه، لان ما هذا ملك مشترك خاصنا نوزعوه بواحد الطريقه ديمقراطيه وفيها واحد النوع ديال العدل وديال المساواه، وخصنا نضمنوا الحق للجمعيه وللساكنه. الجمعيه راه هي ملك الجميع، اللي الباب ديالها مفتوح، المكتب راه فاتح في الجمهور العامه، راه كنطعموا كما قلت بالكفاءات، باللي كاع اللي يقدر يكون تكون عنده الاضافه واللي يقدم واحد الخدمه مجانيه للجمعيه فكنرحبوا به. بالعكس عمرنا ما غلقنا الباب على شي حد. الجمهور العامه كنديروها ما كنقتصروش على المنخرطين، كاع جميع اللي بغى يحضر كيحضر، لان الهدف كما قلت قبيله توعوي بالدرجه الاولى. هادشي اللي نقدر نقول هو هذا. الجمعيه العلاقات ديالنا مع السلطه المحليه راه كتشد بها السلطه المحليه، لا السيد القائد ولا السيد اللي كنشكروه من هذا المنبر، والسيد رئيس الدائره حتى هو اللي كنشكروه اللي دار معنا اجتماع الخميس الماضي، واللي كان مناسبه باش نحيطوا علما بهذه التفاصيل كلها، وتمن العمل ديال الجمعيه وقدم لنا كل الدعم، وقال بان الجمعيه فقط خاصها تمشي على هذا الطريق هذا، والسلطه المحليه راه كتقتدي هذه الجمعيه هذه كتاخذها كقدوه في الجماعه بالانجازات ديالها وبالطريقه ديال العمل ديالها الاحترافي، ماشي بشي حاجه اخرى. فيما يخص الجمع العام الاخر اللي درناه اللي كان نهار 10 في هذا الشهر هذا، نهار 10/10/2024، فاحنا القانون الاساسي ديال الجمعيه كيلزمنا باش نديروا جمع عام عادي كل سبتمبر من كل سنه. المده ديال المكتب فهي الصلاحيه ديال المكتب فهي 3 سنوات اللي كان عندنا في القانون الاساسي، يعني بقى سنه اخرى ديال الولايه ديال هذا المكتب. حطينا طلب للسيد القائد تعاون معنا، له جزيل الشكر، والجمعيه وفرات كاع الظروف، لا مقر ولا جميع الظروف للمنخرطين والمدعوين، ولكن ما كملش النصاب. لماذا؟ لان هذا السيد هذا جاء رفقه مفوض قضائي باش يحضروا الجمع العام، ويدعي بانه جا كيآزر هاد الناس هادو. حنا ما عرفناش هاد سبب المؤازره ولما المؤازره، لان حنا ما سادينش الجمع العام على شي حد، جمع عام مفتوح للساكنه كما قلت قبيله، فحنا ما كنقتصروش على المنخرطين، على الساكنه بصفه عامه. دوار صغير في 700 نسمه، الا كان الامكان انهم كلهم يحضروا فين كاين الاشكال، لان كما قلت قبيله الهدف ديال الجمعيه هو جمع هدف توعوي قبل من اي حاجه اخرى. فالسيد المفوض القضائي قدم نفسه، ولكن ما كانش عنده اذن من المحكمه، فاضطرينا انه نمنعوه من حضور الجمع العام لدواعي قانونيه لا اقل ولا اكثر. هذا السيد هذا ادعى بانه رئيس المؤسسه المغربيه لحقوق الانسان فرع مراكش اسفي، طلبنا منه الوثائق اللي كتبت الهويه ديالو، ما تبتهاش، كيدخل ويخرج في الهضره، اضطرينا انه حتى هو نامروه باش ينسحب من الجمع العام. ما كايناش شي حاجه كتلزمنا باش يحضر معنا. الجمع العام كيخص المنخرطين وكيخص المكتب وكيخص ممثل السلطه وكيخص الناس اللي وجهات ليهم المكتب دعوه بحضور الجمع العام. حنا كنطبقوا القانون. هو كيتهمنا انا والسيد الرئيس باننا كنجهلوا القانون. نقدروا نكونوا كنجهلوا شي حوايج، حنا ما كندعيوش الكمال، ولكن انا ما عارفش شنو هي الشواهد اللي عنده وشنو هي الدبلومات اللي عنده واشنا هو التاريخ ديالو باش ينتحل هذه الصفه ديال مدافع عن حقوق الانسان. وحقوق الانسان راه ما كندافعوش عليها في الجمهور العامه، كنمشيو للتيران وكنمشيو للناس المتضررين، ولا بندافعوا على شي جهه معينه فخاصنا يكون عندنا الوثائق ويكون عندنا ملف ديالها قانوني اللي كيتبت بان فعلا هذيك الفئه متضرره. ما كنبقاوش كنلفقوا التهم،
ولكننا كندافعوا على حقوق الانسان، راه كندافعوا بالمجان ودون مقابل، ماشي دون مقابل، لاننا كنوليو كنديروا النصب والابتزاز وشي حوايج بحال هكذا. اذا كما قلت قبيله، راه حنا المكتب ديال الجمعيه كندرسوا الامكانيه باش نتابعوا قضائيا، لان وجهنا اتهامات في حق الجمعيه لا تليق وعاريه من الصحه. الجمع العام الماجي مادام غادي نستغل هذه المناسبه، لانه ما تحتش ما تمكنش ما كانش النصاب في نهار 10، فغادي يكون في 24 في هذا الشهر هذا، يعني الخميس الماجي على الساعه 4 مساء. ومن هذا المنبر راه كنوجه الدعوه لجميع المنخرطين، وكنسطر على كلمه منخرطين. والمنخرطين حسب القانون الاساسي ديال الجمعيه هما الناس اللي عندهم عدادات وعندهم التزامات، عندهم كتربطهم بصفه قانونيه مع الجمعيه، ومخلصين واجب الانخراط، ومخلصين مادي ومؤدين ما بذمتهم من الفواتير ديال الماء الصالح للشرب. حنا تنطلبوا من مسؤولين هذه الجمعيه خدامه لينا، خدامه 11 عام هذه وهي خدامه ومشبعانا ما، وهاد الناس اللي نايضين ما مخلصينش وحنا تنخلصوا، احنا معاونين الجمعيه باش ما يديروا معاملة الجمع العام لا والو تيخلصوا هما، والحل اللي بغاو ديروا معاهم الجمعيه. الانسان ما مخلص عامين وثلاثه وجاي تيطالب الجمعيه بيحيدها باش ياكل الفلوس، والجمعيه خدامه نمير واحد، والجمعيه ما منعهم من حتى حاجه. نطلبوا من المسؤولين الجمعيه يوديوا لينا حنا الفلوس، حنا تنخلصوهم وما تيخلصوش. دوار الروحه كان بغى من عمر كذا و70 سنه، كنشكر هذه الجمعيه الرئيس ديالها والاعضاء بدون استثناء، بان قائمه بواحد الواجب جبار، وقامت بانجازات هامه. دازوا 4 ديال الجمعيات ولا 3 ما داروا لنا والو، 5 سيما ما شيطوها لينا. هاد الشباب هادو كلهم مجازين تبارك الله عليهم، كنشكرهم وكنأيدهم ما عندي ما نقول. الناس كيتواصلوا مع الدوار ومع الساكنه كامله، وقاموا بواجب جبار في اصلاحات في المقبره، اصلاحات في المسجد، اصلاحات في الطاقه الشمسيه، اصلاحات في مكتب بناو مكتب ديال الطاقه ديال الجمعيه. وجانا فلوس كثيره تبارك الله، وداروا خزانه بالكراسه ديالها بالطراي ديالها كيهديوها للناس اللي بغيو العرس ولا اللي غادي يمشي يموت بدون مقابل مجانا. وكيتواصلوا مع السلطه المحليه، الناس غادي مزيانين، ودرنا جمعيه مع السيد القائد مع رئيس الدائره، مشكورين كنشكرهم، والامور راه غاديه بخير وعلى خير. هذوك الناس اللي دايرين الشغب ما بغاوش يخلصوا، وفيهم اللي مدعي للمحكمه وحاكم عليهم المحكمه، وفيهم اللي كيبيع الماء، حنا الماء ما لقينا كنشربوه وما بيبيعوه. وانا سيدي من السكنه ديال دابور الروحه، هاد الجمعيه سيدي خدامه معنا مزيان، تتشرب هنا كلشي دايره قايمه معنا بالواجب. وعندنا شي ناس فوضويين ما بيخلصوا معناش الماء، تيديوه من السواق يديوه الماء ولا تيديوه يبيعوه داكشي، وما بيخلصوش لينا الماء. وهاد الجمعيه خدامه، دارت لي تدير اصلاح تدير كلشي، واقفه معنا مزيان، وهذوك الناس تينازعوا فيهم. ودراري اساتذه خدامين كاع ما محتاجين لينا باش يديو لنا ديالنا ولا شي حاجه، ودا جوج معيات اخرين ما شيطوا لنا والو. هادو مشيطين بديك البركه وغاديين ومقاومين، اللي خسر تيسقموها اللي خاسر تيصلحوها، وهاد الناس ما بيخلصوش معنا سيدي، راهم داعينهم والو رافضين ليهم. ومشاو جابوا لنا انا سيدي واحد البرنامج قالوا جيناهم مظلومين، حكم على المحكمة، دخلوا لواحد المكتب، ذاك الكاتبة دخلوا عليه بالزاج طلقوا الماء وبيصوتوه. إيه وصاب مشاو جابوا هذا وقالوا راه هما مظلومين، هما راه هما اللي ظالمين. وصافي راه مشينا عند رئيس الدائرة، درنا مع اجتماع، عاودنا لهم البرامج، قال سيروا راكم خدامين، سيروا على طريقكم، وراه حاضر سعد القايد. انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.